السفر صعب جدا وما في اسعار التذاكر عاليه، في وحقيقه في استغلاليه شويه من يعني انا عندي عربيه خاصه، لكن اسعار الجاز والبنزين غاليه. الجالون بتاع الجاز في سوق البنزين في سوق الاسود ب 30,000، وطرمبات مقفله وحاله صعبه، وبعدين الحال المعيشيه بقت صعبه، حتى لو انت عندك قروش ما بتقدر تتحصل على كاش. والله يا ابلاد الكبيره والبلد امنه في ذات ما تغير.